من الأشياء اللي بيظنوها الناس إنها بتفطر الكحول للصائم وهي لا تفطر. وجاب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابتحل في رمضان وهو صائم، لكن الحديث ضعيف. لكن وجدت في صحيح سنن أبي داود في باب الاكتحال للصائم أثرين موقوفين على اثنين من الصحابة حسنهما الألباني، وأنهما كانا يكتحلان في الصيام، منهم أنس. رواه أبو داود في هذا الباب أن أنس بن مالك كان يكتحل في رمضان وهو صائم، وكان لا يرى بالكحل للصائم بأسا. ومن هنا أخذ العلماء أن الكحل للصائم ما بيأثر على الصيام يا جماعة ولا بفطر. أما قطرة الأنف فكثير من العلماء قالوا دي بتفطر، لأن الأنف مربوط مع شنو؟ مع الـ مع الـ مع الـ مع الحلق طوالي، مع الجوف. واستدلوا بحديث عند أبي داود صحيح، حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الوضوء: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والاستنشاق بيكون بشنو؟ بالأنف، كالقطرة تكون بالأنف التي تكون بالأنف. فقال له في الاستنشاق في الوضوء، قال له بالغ، دي من السنة، إلا وقت الصيام ما تبالغ، لأنه من الأنف بيدخل، كذلك قطرة الأنف بتدخل، وده دليل قوي جدا في موطن النزاع. ده واحد. أما اثنين، قطرة الأذن والعين، العلماء قالوا ما بتفطر قطرة الأذن والعين، لكن الأفضل أن يؤخرها الإنسان بعد الإفطار، بعد المغرب تأخرها. السواك بالمعجون، الشيخ ابن عثيمين قال المعجون فيه النعناع، والنعناع له خاصية نفاذة، بتنفذ يعني، بتخش. تلاحظ ليه انت تسوق بيه برا، لكن انت تحس بيه جوه في الجوف، حاجة باردة صح؟ هذا زي النعناع، فيه النعناع ده. فعشان كده الأولى ترك المعجون للصائم. إذا كان لابد من المعجون يتسوق بيه وقت السحور. ما هو الفرق بين وقت السحور ووقت الأذان الثاني؟ بيكون 5 دقائق و7 دقائق. وليه الخلاف في المسألة دي والناس بتجوط معجون لما معجون، وليه يقول حرام وليه يقول حلال؟ يتسوق بالمعجون وقت السحور، أصلاً أنت صاحي حصل الصبح، صح ولا ما صح؟ ولو ما لو قدرت تسوق به في اليوم ذات حتسوق بتين لما تصحى للصبح، يعني الوقت ده مع وقت السحور 5 دقائق و7 دقائق. فالسحر به تسوق به وقت السحور إذا كان المعجون، أو إذا ما ودخل وقت الصيام يتسوق بالأراك العادي ده، أو الفرشة ما فيها معجون. نعم. البخاخ الأزمة، بعض العلماء قالوا ما بيفطر، الإنسان اللي عنده أزمة ما بيفطر، قالوا ممكن تستخدم أنت صايم، لكن إذا قدر الإنسان يأخره لبعد الإفطار أفضل، أما إذا ما قدر خلاص يستعمل.